اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعاتها التي تستضيفها مصر والتي تعقد برعاية الأمم المتحدة، وانتهت اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي بالتوافق على مواصلة العمل على وضع إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت. تأكيدا لدورها والتزامها تجاه التوصل لحلول سياسية للأزمات والقضايا العربية، احتضنت القاهرة على مدى أسبوع اجتماعات اللجنة المسار الدستوري الليبي، اجتماعات تمت تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، وانتهت بالتوافق على مواصلة العمل لوضع إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا بأسرع وقت. اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعاتها في القاهرة والتي تتم برعاية الأمم المتحدة وباستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية. على مدار أسبوع جرت مشاورات بين أعضاء اللجنة، حيث تم التشاور حول عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية لعمل اللجنة المشتركة، تعيين رئيس اللجنة ومقرر لها، والاتفاق على الالتقاء بعد عيد الفطر المبارك لاستكمال المناقشات. الإنجاز الكبير الذي تحقق هنا هو اتفاق الوفدين على العمل بشكل توافقي على المسار الدستوري، والذي يعد ضروريا لإعادة العملية الانتخابية على المسار الصحيح. مشاورات جرت في أجواء توافقية تم خلالها مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، وقد تم الاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر لاستكمال المشاورات في القاهرة. لا شك طبعا أن هذه الحوارية في المسار الدستوري مهمة جدا للشعب الليبي. الشعب الليبي يريد أن يخرج من النفق الذي وصل إليه والمأزق الذي يعني تكرر وتكرر منذ سنوات. الشعب الليبي يريد انتخابات، يريد الاستقرار، وبالتالي هذه الحوارية تأتي في محاولة إيجاد مخرج لهذا المأزق. لا شك طبعا ما لمسناه من إخوتنا في مجلس النواب من أخوة ومن تفاعل ومن ترحاب، يعني فنحن يعني إخوة، ويهمنا كلنا أن نصل بحل ليبيا. وهذا التفاعل العفوي والأخوي من الطرفين طبعا انعكس على هذه الحوارية يعني التفاهم على كثير من النقاط، ووجدنا أن الهدف واحد وأن الجميع قلبه على ليبيا ويريد مخرج لليبيا. إخوتي وزملائي سواء كانوا في مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة، نحن جسد واحد، نحن إفراز انتخابات الليبيين الذين انتخبوا في 2012 وال 2014، وهم الحقيقة أحرص الناس على الشعب الليبي وعلى استقرار ليبيا وعلى إنهاء المراحل الانتقالية وعلى الوصول إلى وضع مستقر يليق بليبيا ويليق بتضحيات الشعب الليبي وتلبية رغبة 7 مليون والأجيال القادمة. السيدة ستيفاني مشكورة أشارت إلى 2.8، وهذا جزء من الشعب الليبي. أنا يهمني الليبي الذي لم يولد، الذي حرم من الاستقرار وحرم من الدستور وحرم من هرمية الدولة. هذه اللجنة أصبحنا لجنة المسار الدستوري، حريصين على الإنجاز في أسرع الأوقات، حريصين على الوصول إلى انتخابات تقبل نتائجها وتكون يعني اللبنة الأخيرة في استقرار ليبيا. جهود متواصلة لحل الأزمة الليبية سياسياً وصولاً إلى ليبيا آمنة ومستقرة من خلال مساعي حثيثة تقوم بها القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة وصولاً إلى إنهاء الفترة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت. اجتماعات القاهرة والتي تأتي برعاية أممية تؤكد حرص مصر على الوصول لحل سياسي ليبي خالص بغية عبور المرحلة الانتقالية واستقرار مؤسسات الدولة الليبية. إلهام نمر، التلفزيون المصري.